سي الخضر كاين واحد الورشه اللي هي كاينه الان حاضره معنا كنقدموها للفلاحه اللي هي ورشه الحصاد. هذه الورشه اللي كنتطرقوا فيها لمجموعه من النقاط اللي هي مهمه واللي الفلاح ما تيردش ليها البال خلال العمليه ديال الحصاد، اللي خصكم تعرفوا كما شار سي الخضر انه الضياع كيقدر يوصل حتى للربع ديال المحصول اثناء القيام بهذه العمليه. ف ملي كنهضروا على الفعاليه ديال الحصاد او الاهميه ديالو ما كتبداش حتى الوقيته ديال الحصاد، ولكن كتبدا من انطلاقه الموسم الفلاحي، يعني من شهر 10 ولا شهر 11 فين كيبداو الفلاحات يزرعوا، ونقدروا نقولوا كاع قبل من الخدمه ديال البلاد في الصيف. كاين مجموعه من الممارسات التقنيه ومن الممارسات الرشيده اللي خص الفلاح يقوم بها باش يحصل على واحد المحصول، يعني من ناحيه الكم ومن ناحيه الجوده يكون مزيان. ف اول مرحله كيبداو فيها الفلاحه اللي هي يعني الخدمه ديال البلاد، فخص البلاد تكون مواطيه. مجموعه من الفلاحين ملي كيوصلوا للمرحله ديال الحصاد كيلاحظوا ان الغله عندهم شويه فيها الطوب ديال التراب ولا هذا، وتا التراكتور ولا حتى الماكينه ملي كتدوز كتبقى غاديه وكتميل. هذا الشيء كامل راجع لهذيك خدمه البلاد لانهم ما قدش البلاد مزيان وما خدمهاش بواحد الطريقه اللي هي جيده. فهذه هي النقطه الاولى، سويه الارض، سويه الارض اساسيه وضروريه لواحد عمليه الحصاد اللي هي جيده باش تكون عمليه الحصاد تكون الماكينه غاديه موازنه وغاديه كما كنقولوا مثبته ومقادله. النقطه الثانيه واللي هي يعني كيكونوا كنختار واحد الصنف جيد ديال الزراعه اللي غادي نديرو، والوقت ديال الزرع ديالها حتى هو خصو يكون في واحد الظروف اللي هي جيده، ومن بعد خص التسميد يكون في الوقت ديالو بالكميه الجيده، حيتاش التسميد الا كان ناقص الجوده ديال المنتوج، يعني داك الحبوب ولا هذا كتكون ناقصه في الكميه ديال البروتينات اللي فيها، وهذا كيأثر على الجوده ديال المنتوج، وحتى الكميه ديال السماد اللي كنعطيو حتى كتأثر على الكميه ديال هذاك المردود. فهذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه من بعد عاوتاني كيجي بعض الامراض او بعض الطفيليات كيقدروا ياثروا على الفلاحه كينقصوا شويه من المردود. ومن بعد كندوزوا للمرحله ديال الاحوال الجويه، لا قدر الله جا شي ضبابه ولا شي شرقي او لا كانت الشتا شويه قليله فكينقص المنتوج. الا درنا عمليه زائد ديال هذه المراحل كامله كنلاحظوا ان ديجا كاين الضياع من وقيته فين ملي بدا الموسم فيه، عاد غنزيدوا عليه الربع اللي غادي يضيع في المرحله ديال الحصاد، فتبارك الله راه تولي خسائر كبيره. بينما الا خدينا الحاله المعاكسه، يعني ان الفلاح خدا الوقت ديالو في المعالجه والوقت ديال التسميد، يعني داروا في الوقت وخدم البلاد بطريقه جيده، فانه كيستافد واحد النسبه بعدا ديال الضياع، يعني قبل ما كيكونش ضيع المنتوج ديالو حتى كيوصل لمرحله الحصاد، عاد داك الربع هو اللي كيبقى يقدر يلعب فيه ينقص منه شويه. العشب الضاره كتشكل واحد المشكل كبير خلال العمليه ديال الحصاد. مثلا كاين واحد النبسه كيقولها الفلاح الشوك، يعني ملي كتدخل وسط منها الماكينه كتخنق وكتخسر حتى دوك الماس ديال الماكينه، وبالتالي يعني خصو يا اما يوقف الماكينه ويقلع هذاك هذا، يا اما كتكون عنده الغله موسخه، يعني كتلقى في الحب الا ردينا البال الحب كنلقاو فيه ديك الزريعه ديال الاعشاب الضاره وتلقاو فيها حتى الشوك. فكاين بعض الفلاحه اللي يعني كي ما كيكونوش داو في الوقت وبالتالي كيكون عندهم هذا المشكل، فيستحسن الا كان عندك مثلا غير بعض النباتات اللي لاحظتي انهم عندك في الحقل قبل عمليه الحصاد يتحشوا ولا يتقلعوا قبل ما تدخل الماكينه للبلاد. فبالنسبه للاله اللي هي الحصاده عندها مجموعه من التعديلات اللي خصهم يداروا ليها، الريكلاج ديالها قبل ما كنبداو في العمليه ديال الحصاد. هاد الاشياء خص ضروري الفلاح ما يرديها البال، سواء كانت الماكينه ديالو او لا كان جايب السيد كيكريها. اول حاجه اللي خصنا نردو ليها البال خلال العمليه ديال الحصاد هي الظروف ديال الحصاد، يعني وقتاش غادي نحصد. الاغلبيه ديال الفلاحات يقول لك انا كنحصد ملي تنشوف الماكينه كدور عندي في الدوار او لا في الجماعه صافي تنكون جاريها هو حصد، وهذا خصني نتكل على الله ونحصد. ولكن اللي خصنا نردو ليه البال واش هذاك جاري حتى هو زرع في نفس الوقت اللي زرعت فيه انا، واش استعمل نفس الصنف اللي انا داير في الفلاحه ديالي، واش عنده هو البلاد مثلا بوريه ولا عندي البلاد مسقيه او حتى في السقي عندنا يعني طرق مختلفه في السقي. فهادشي كامل كي
تاثر على النضوج النضج ديال الحب ديال الحب ديال سواء كانوا الحبوب او لا قطاني. فبالنسبه للحبوب يعني الوقت المناسب فين خصنا نقوموا بالعمليه ديال الحصاد هو الوقت فين كيدخل مثلا الفلاح. كاين واحد الطريقه تقليديه اللي كيدخل الفلاح تيفرك السكوله بين يديه وتيهز واحد الحبه تيديرها بين الدراس وكيسمع واحد الصوت ديال الطق. هذاك الصوت كيعني بانها راها يبسات ما بقاش فيها الماء. بالطبع هذا الرطوبه ديال الحب كما قلتي ضروري ما خصو يلبس الحب مزيان كما قلتي كيعنصر، ولكن الا كان كنا كنجنيوه شويه قبل ومازال رطب اللي يعني الرطوبه ديالو كتعدى واحد 14% هاد الرطوبه هي اللي كتقدر من بعد تسبب واحد بعض الافات الحشريه اللي كياثروا على الغله واللي كتنقص لا في الجوده ديالها يعني في البروتينات ديالها كلها كيكون كياكل هذاك البخوش. وثاني حاجه حتى في الثمن البيع الا كان الفلاح باغي يبيع غادي يبيع واحد الثمن اللي هو ناقص من قرار المطاعم ما غاديش تشغل مثل هاد الجوده. نعم بالطبع. كاين النقطه الثانيه اللي كتخص الظروف ديال الحصاد واللي هي وقتاش خصني نحصد وسط النهار. مثلا اليوم باغي نحصد واش خصني نحصد الصباح بكري ولا وسط النهار ولا في العشيه. فمثلا هذه المنطقه اللي كنتواجدوا فيها ولاد حسين هي منطقه شويه اللي قريبه للبحر كتكون شويه الرطوبه في الصباح بكري، من الاحسن حتى 11 ديال الصباح هكذاك عاد كتدخل الماكينه باش كيكون شويه نشف الجو وحتى الحب تيساعد باش تيكون السبول كارم كما قلتي باش باش تقوم بعمليه الحصاد. عاوتاني العشيه ما خصهاش نبقاو عاوتاني حتى العشيه ملي كيبدا عاوتاني برك الحال هي خص الماكينه نوقفوها عاوتاني العشيه عاد نبداو الغد ليه. حاجه اللي ضروريه واساسيه وعندها علاقه مباشره بالضياع ديال الحب اللي هي السرعه ديال الماكينه باش ديال الحصاد. فسرعه الماكينه ما خصهاش تعدى 4 على اقصى حد 5 كيلومتر في الساعه. الا تعدات هذه السرعه تيكون الضياع، وبحال قلنا واحد بنادم تياكل بواحد السرعه اللي هي كبيره فبالتالي المعده ديالو ما غاديش تهضم مزيان وبالتالي العمليه ديال الهضم ما كتستمرش العسيره. نفس الطريقه بالنسبه للماكينه حتى هي نفس الشيء، ملي كانت كتمشى بواحد السرعه اللي هي كبيره فالعمليه ديال الدرس ما كتقمش بواحد الطريقه اللي جيده وبالتالي كيكون واحد كتاثر على الجوده ديال المنتوج اللي غادي يتحصل. ثاني حاجه اللي متعلقه دائما بالسرعه وهي السرعه ديال الاجزاء اللي كيكونوا الماكينه الداخليه، يعني كاين الباتور كونتر باتور الفلاحه كيعرفوا هاد الهضره ديال اللي كنقول اللي هو العمليه ديال الدراس او الدرس. هادو كاملين كيتاثروا بالسرعه باش كتمشى الماكينه. الا جينا نشوفوا الماكينه ملي كتدخل للحقل فاول حاجه كتلامس هذوك السبولات واللي هما دوك المواس. هذوك المواس عندنا جوج الحوايج خصو يرد معاهم الفلاح يرد لهم البال الفلاح مع مول الماكينه واللي هما اول حاجه انهم خصو يكونوا ماضيين ما يكونوش حافيين. في بعض الحالات هذوك المواس الا جينا نمطيوهم كاين حيت المواس دايرين بحال المنشار فيهم واحد السنين صغار ولكن كاين بعض الفلاحه كيبغيو يمطيوهم تيردوه بحال الموس ملس. وهنا كيشكل واحد المشكل كيولي هذوك المواس تيزلقوا ما تيوليوش كيقطعوا مزيان السبول وبالتالي ماشي هذيك طريقه خاطئه. إذا كانوا المواس حفاف خصهم يتبدلوا يجددوا بواحد اخر اللي هما جداد ويبقاو فيهم دوك السنينات بحال المنشار. ثاني حاجه العلو ديال القطع، يعني العلو ديال هاد المواس العلو كيختلف على حسب اول حاجه الزراعه. مثلا انا العلو اللي غندير الجلبانه ماشي هو اللي غندير العدس ماشي هو اللي غندير القمح او لا غيره. وفي نفس الزراعه يقدر يكون فرق حتى بين الاصناف، كاين بعض الاصناف كتكون شويه طويله مقارنه باصناف اخرى. هذا الشيء كامل كنردوا ليه البال خلال العمل ديال الحصاد. فبالنسبه للسبولات تقريبا واحد العلو ديال 4 ديال الصبع الا كانت هذه السبوله يعني 4 ديال الصبع تحت منها هي البلاصه فين خصنا نقوموا بعمليه القطع. ما خصوش السنان يكونوا قراب بزاف للبلاد في الارض لحقاش غادي يهزوا الطوب وغادي يوسخوا المنتوج. الا عليناهم بزاف كيقطعوا السبوله في النص وبالتالي كنلقاو النص ديال السبوله طايحه غير في البلاد فهذاك ضياع اللي هو كبير بزاف. و ثاني حاجه اننا خصنا نردوا البال حتى يعني واخا جاري ان راه حتى هو عنده القمح بحالي خصنا نردوا البال هذه النقطه اللي قلت اللي هي ديال الاصناف يقدر يكون الصف مختلف. وحتى كنرجع للنقطه اللي قلت في الاول واللي هي الخدمه ديال البلاد. الا كانت عندك البلاد شويه ما مخدوماش مزيان وما مساوياش ضروري ما غادي تاثر سلبيا على العمليه ديال الحصاد. النقطه الثانيه واللي هو الرباتور اللي هو هذوك المشطات اولا دوك السنان اللي كيدخلوا السبول وسط من الماكينه. فالسرعه باش كيدور هذاك الرباتور حتى هي كتاثر على الجوده ديال الحصاد. خصنا نردوا البال لهذه النقطه وخص الفلاح يرد ليها البال بزاف مع سيد مول الماكينه. ثاني حاجه العلو ديال هذا الرباتور
مثلا نرجع للنقطة ديال التسميد، إلا كنا عطينا يعني التسميد الأزوتي أكثر من القياس في الوقت ديالو، فالقمح كيولي أولا الفرينة أولا الحبوب بصفة عامة كيرقدوا، كنقولوا في الحال عندي راقدة. السبولة ملي كتولي راقدة ملي غتولي تدخل ليها الماكينة وهذاك الرباطور راك معليه، ما غاديش يهز السبولة ما غيدخلهاش وسط الماكينة، هتضيع كيما هنا. ففي هذه الحالة مثلا اللي هي حالة خاصة تيخص الرباطور يهبط شوية لتحت باش يوقف هذاك السبول باش يدخل الماكينة وباش يتدرس وسط الماكينة. كاينة أشياء أخرى اللي خاصها تريقل وسط الماكينة، واللي هو الباطور وكونتر باطور، اللي هما عبارة عن جوج ديال السيلندرات عن طريق احتكاك اللي كيفرقوا ما بين الحب وما بين التبن. السرعة باش كيدورو هاد الرباطورات هي خصنا نردو ليهم البال، هاد الباطور كونتر باطور إذا كانوا تاهما تيدورو بواحد السرعة كبيرة ضروري ما نقص شوية إلا لاحظنا أن الحب تيتهرس. وغالبا كيكون هاد المشكل ديال الحب اللي تيتهرس إلا كان مزير الباطور مع كونتر باطور، كيكونوا مزيرين حتى الحب تيتهرس، والحب تهرس تقدر ديك النباتة ديالو ما غاديش ينبت العام الجاي إلا كان مثلا الفلاح، يكون ضياع كبير حتى بالنسبة للجودة ديال الحب. الفلاحه الفرفاره اي السرعه باش كدور الا كانت كبيره بزاف فهي كتلوح. شنو هو الدور ديال الفرفاره؟ هي كتصوت كاع داك القش او داك الخش او داك الحب اللي ما اي صفا او الحب اللي ما وازنش كتلوحو مورا الماكينه، ولكن الا كانت كدور واحد السرعه اللي كبيره كتلوح حتى داك الغله ولا الحب اللي هو وازن واللي باغيه، ما خصهاش عاوتاني تكون ما كدورش كاع عيانه لحقاش كيبقى الحب مسخ، كيبقاو مع داك الزريعه ديال الاعشاب الضاره. وكاين نقطه ثانيه اللي هي الغرابل اللي مازال ما تطرقت ليها، واللي هي ان اول حاجه خصنا نردو ليها البال ان الغربال خصو يكون منقي وسط الماكينه، خص داك الغربال ديالها يكون خصو الماكينه يكون منقي الغرابل. وتقبياس الخضر بانه مجموعه من الماكن كيبقاو شهور وشهور وكاش نقول لك كيضرب بزاف د الهكتارات ودوك الغراب ما تيتنقاوش، وبالتالي حتى كتبقاو مبوشين. فاول حاجه خص الفلاح الدالبل ان الغراب راه منقيين. ثاني حاجه ان القطر اولا دوك العينين ديال الغراب، القطر ديال دوك العينين ديال الغراب اييه كيختلفوا على حسب الزرعه اللي انا باغي نحصد. مثلا فوالا مثلا الغربال اللي غادي تستعمل بالنسبه للعدس ماشي هو غادي تستعمل بالنسبه للحمص، وحتى بالنسبه للحمص مثلا عندنا الحمص البلدي عنده الحب ديالو كبير مقارنه بالمستورد، فضروري ما نردو البال هذه النقطه ديال الغرابه. هي الصيانه التقنيه ديال العربه اولا ديال الحصاده اللي بحال الطوموبيل بحال الكاميون بحال غيرها، خصنا نردو البال خصها يتبدلوا ليها لي فيلتر الزيت، خصها يتبدل ليها الماء، نديروا لها فيزيت تكنيك ديالها ونردو ليها البال. هادشي اول حاجه من اجل سلامه ديال السيد اللي هو السائق ديال الماكينه، ثاني حاجه من اجل سلامه الغله حقاش في بعض الاحيان كيكونوا حرائق كما شرتي ليها بسبب هذا التفادي. يعني في الصيانه اللي ما كتكونش في المشاكل.